العالم مليان أسرار، وهنعيش عمرنا كله مش هنقدر نوصل ل1% من أسرار الكون، ولا هنقدر نفك ألغازه الغريبة والمرعبة في بعض الأحيان. ومن ضمن الألغاز الموجودة على كوكب الأرض هو جسر أوفرتون في اسكتلندا، أو زي ما بيسموه جسر الانتحار. أنا محمود أبو زيد، والنهاردة حلقتنا عن جسر الانتحار أو جسر أوفرتون. الجسر أو الكوبري ده انتحر من عليه أكتر من 600 كلب من ستينيات القرن الماضي لحد النهاردة. اللي بيحصل إن الكلب بيبقى ماشي مع صاحبه هادي وجميل وكل حاجة تمام، ومجرد إن الكلب بيقرب من الكوبري يحصل له حاجة غريبة ويجري ويقفز من فوق، لدرجة إن السكان المحليين هناك اقتنعوا إن في قوة خارقة للطبيعة هي اللي بتعمل كده، حاجة زي جان من العالم السفلي مثلا. يعني الصحف المحلية والعالمية بتتكلم كتير عن لغز قفز الكلاب اللي ملوش تفسير خالص، وبيقولوا ان الظاهرة المخيفة والحزينة دي خلت الناس تسمي الجسر باسم جسر انتحار الكلاب. جسر أوفرتون اتبنى سنة 1895، وهو مكان مشهور لتمشية الكلاب، وممكن يكون اصحاب الكلاب بيختاروا الكوبري ده بسبب تصميمه المزخرف والمساحات الخضراء اللي على الجنبين. لكن من بعد ما بقى معروف بان مكان اصحاب الكلاب بتمشي كلابها فيه، بقى فيه بلاغات كتير عن احداث غريبة ومخيفة بتحصل لكلابهم، زي ما يكون بيحصل لهم مس من الجن، وفجأة الكلب بيجري في اتجاه مكان معين على الجسر ويقفز منه، وغالبا بيموت على الصخور على بعد حوالي 30 متر، يعني زي ارتفاع مبنى 10 أدوار. وفي ناس كتير شافوا الكلاب بتتسلق جدار الجسر وبعدين بتقفز من عليه. والأغرب بقى إن في تقارير بتقول إن بعض الكلاب اللي نجت من قفزتها الأولى رجعت للجسر تاني وقفزت وماتت. السكان المحليين مقتنعين إن في قوة كامنة ورا الظاهرة الخارقة للطبيعة اللي بتخلي الكلاب تجري للجسر وتقفز من عليه. وفي أسطورة بتقول إن السيدة البيضاء أوفرتون اللي بيعتقد إنها شبح أرملة مالك المبنى السابق جون وايت، فضلت تطارد المبنى واللي بيشتروه لحد النهاردة. والناس بتقول إنهم شافوا أشباح في النوافذ وفي أماكن حول المبنى والجسر، وإن شبح السيدة البيضاء هي اللي بتجبر الكلاب على القفز والموت. والموضوع ما وقفش عند الكلاب وبس. في سنة 1994 واحد اسمه كيفين موي راح للجسر وكان معاه ابنه اللي عنده 14 يوم بس، وفجأة رمى ابنه من على الجسر. ولما سألوه في التحقيقات ليه عملت كده، قال لهم ان حسيت ان ابني كان تجسيد للشيطان، وبعد الحادثة دي لسبب ما دخلش السجن وحاول ينتحر كذا مرة، منهم مرة راح للجسر وكان عايز يرمي نفسه بس الناس انقذوه. ارجو ان الفيديو يكون عجبكم، وارجو الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك لانتشار الفيديو ولنأتي بكل جديد. أشكركم وإلى اللقاء.